مرحبا، أنا أمينة سورية أويصال، طالبة في السنة الرابعة في قسم تدريس العلوم الاجتماعية في جامعة تيبا موكالي. يولي القسم الذي أدرس فيه قسم تدريس العلوم الاجتماعية أهمية كبيرة لتربية مواطنين فاعلين، وأسس من أجل خدمة هذا الهدف. تقع كليتنا في الحرم الجامعي في مجمع كنكالي، ويقدم في قسمنا بشكل عام دروس في مجالات مختلفة مثل الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع، ويدرس أيضا دروس من قبيل الثقافة العامة والدروس المهنية الخيارية. لدينا مختبر مشترك يستخدم من قبل مجموعتنا وقسمنا، وهنالك برامج للتدريب التطبيقي في المدارس العامة التابعة لوزارة التعليم الوطني. في كلا الفصلين في السنة الرابعة في قسمنا يمكننا الحصول على حق التخرج بعد الانتهاء من برامج التدريب هذه بنجاح. لدينا فرص عمل بعد التخرج من قسم تدريس العلوم الاجتماعية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومراكز التدريب والدورات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في مواصلة حياتهم الأكاديمية في الدراسة الاستمرار في الدراسات العليا. السبب في اختياري لهذا القسم هو تجميع العديد من العلوم الاجتماعية تحت سقف واحد، وقد فضلت الدراسة في هذا القسم نظراً لاهتمامي لمواضيع العلوم الاجتماعية مثل الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس. الهدف من اختيار جامعة باموكالي لأنها مدينة غنية من حيث الكادر الأكاديمي والظروف المادية والفرص المتاحة للطلبة والأنشطة التي أستفيد منها من قسمنا، كوني عضوا نشطا في مجموعة الدراسات الاجتماعية سوبيت الذي أنشأه قسمنا وإمكانيات مكتبتنا. أنا حاليا طالبة في السنة الرابعة، ومن بين أهدافي بعد التخرج أنني أريد التدريس في مدارس تابعة لوزارة التعليم الوطني أولا، بعد ذلك أريد أن أكمل حياتي في التعليم العالي في المستقبل. نصيحتي للأشخاص الذين يفضلون جامعة باموكالي وقسم الدراسات الاجتماعية هي أن يستفيدوا من الفرص التي توفرها جامعتنا بأفضل طريقة. يمكنهم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس وقضاء فترة تدريس نشطة. نرحب بالجميع في مدينة دينيزلي وجامعة باموكالي، والتي يمكن أن توفر فرص المدن الكبيرة على الرغم من أنها ليست مدينة مزدحمة.